اهلا وسهلا، انا وسهلا. غادي نحاول نهضر على علاقة المغاربة بالسكر. يعني علاقة المغاربة بالسكر ماشي مجرد علاقة، ماشي شيء عادي. السكر اللي ما بقاش كيشغل الآن في حياتنا شي حاجة مهمة، تيعودوا الناس اللي قدام انه كان كيشكل شيء كبير. يعني مثلا في الماضي كانوا كيقولوا انه كان كيجري اقتسام، يعني قطعة سكر بين افراد العائلة باعتبارها يعني حدث كبير. وجيل الستينات وجيل السبعينات كيعقلوا انه وضع قطعة سكر في قطعة خبز يعد مهرجان ويعد احتفالا. ولكن دابا الا بغينا نرجعوا شوية للماضي ونتذكروا واحد الحكاية غريبة وعجيبة، يعني كنفترض ان الكثير لا يعرفونها. هذه الحكايه اللي كيعاودها التاريخ هو انه في عهد الحسن الاول، من اللي صفت رحلات سفريه لاوروبا باش ياخذوا فكره على الصناعات السكريه اللي كانت متطوره في ديك الفتره في اوروبا، ولكن من اللي رجعوا كان الطموح ديالهم هو ينشروا زراعه السكر في المغرب ويقيموا معامل ومصانع ديال الصناعات السكريه. وكانت هذه الخطوه كفيله بانها تخلي المغرب يدير انطلاقه صناعيه في ديك الفتره، وكان غادي يتغير وجه وتاريخ ومستقبل المغرب. يعني كدوله صناعيه فتيه، خصوصا في فتره مازال ما كاين فيها الهضره على ما يسمى الان بالملكيه الصناعيه او الملكيات الصناعه. لكن المفاجاه هو انهم اللي رجعوا، هذوك اللي مشاو للرحلات السفريه، رجعوا كلهم حماس. كاين واحد المؤسسة طفات هذاك الحماس ديالهم، وهي مؤسسة الإفتاء، وكانت أساسية في القرارات اللي كياخدوها السلاطين. يعني ما يمكنش السلطان ياخد واحد القرار دون أن يعود إلى هذه المؤسسة ديال الإفتاء اللي كانت كتشكل من الفقهاء، هي تجمع ديال الفقهاء. إذن بماذا أفتى فقهاء المغرب في تلك الفترة؟ لقد أفتوا بتحريم السكر. نعم، قال لك السكر حرام. وعلاش حرام؟ قال كسيدي ديك الفترة كان العالم مقسم لجوج، يعني كاين دار الحرب وكاين دار الإسلام. دار الإسلام بطبيعة الحال هي المغرب، ودار الحرب هي ما عدا المغرب، يعني كنهضروا على أوروبا. ويعني كل ما يأتي من دار الحرب مشكوك فيه، وباش يخرجوا من صداع الراس أحسن حاجة يقولوا هي حرام وينيو راسهم. وهكا فوتوا على المغرب واحد الفرصه كبيره في التصنيع. يعني الحسن الاول كان غادي يدير ثوره من الفوق، بحال هذيك الثوره اللي دارت اسره الميجي في اليابان. طبعا اسره الميجي في اليابان نجحت ودارت ثوره من فوق ونجحت، وراكم كتشوفوا فين وصلت اليابان الان. وحنا اعتبرنا السكر حرام. الغريب ان الفقهاء اللي اعتبروا السكر حرام، وهذه من سخريه التاريخ، ولو اكبر عشاق السكر. يعني ملي كنشوف الفقيه في شي عرضه كيقي متاعي وكيفتخر بالقدره ديالو على اعداد شاي حلو بالسكر، كنقول في راسي غريب جدا كيف ان الحياه والتاريخ كينقل حاجه من الحرام للحلال. هاد التأرجح ما بين الحلال والحرام كيقابلوا واحد التأرجح عند المغاربة في استعمال السكر. يعني خصك تعرف أن المغاربة السكر عندهم حاضر في الحالين معا، حال الفرح وحال الحزن. ملي نبغيو نباركو في شي عرس كنديو معنا قوالب السكر، وملي نبغيو نعزيو في شي موت كنديو معنا قوالب السكر. الطرفة التاريخية هي إذن أن السكر هو الوحيد اللي قادر في حياة المغاربة يلبس جميع الأدوار. شكرا لكم.